إذا تحية طيبة مستمعي جريدة المغرب اليوم. اليوم رجعنا معكم بث مباشر طبعا مباشرة من سوق الأربعة الغرب. وموضوع اليوم هو موضوع الطفل يوسف اللي تم العثور على الجثة ديالو بدوار ولاد بن سبع في سوق الأربعة الغرب مقتول بعد تعرضه لاعتداء جنسي. في بادي الأمر طاقم المغربي اليوم تيقدم أحر التعازي والمواساة لأسرة الطفل يوسف. معنا الاب اب طفل يوسف مبدئيا غيشرح لنا كيفاش وقع لولده في الاول قبل ما يلقاوه مقتول. تفضل اختي. ولدي كان حاكم واحد العشره عرس كان والله يوم ناسي جوج. نعم. وها قالت لي جوج مع يوسف قال لها منتني اسم هادي جابادور. هو قال لها لبسيني جابادور في العرس. جابادور. نعم. قلت له جاب الدور ما عندهاش السلسال عطو شكل الريح لبسك اسمها اشنو هي؟ سيرفيت جاكيت. جاكيتا لبست له جاكيتا قبيه يا ربي قال قبيه قال ما بغيتش قبيه جبت له قبيه بيدي ما تما راه وكل والله لا شيء ما سموش جبت القبيه لبستها له قلت لها قلت له ما غادي ما نمشي العرس على هي تمك تجيب لي اشاي. نعم. دازت مع الولد خلات الولد تما وجابت لي اشاي حطيت البراد شوية شوية شي هاي مكملش حال مش مكملش حتى ربع ساعة. ساعة دي قالت لي واش دري معاك؟ قلت لها لا قديتي في يديك قلت لها لبستي القبية وديتي جابو مسرقو لبستي القبية وديتي بقاي فرح وطينا درهم وشا قالت لي دري ما لقيتوش خا نخليتي قالت لي خليتو العرس لخواتاتو خرجنا بالسيري خرجنا قلبو تما العرس قلب هاد العرس والو قلب في القيطور والو قلب في هاد الدار والو قلب في الدار الاخرى والو قلب في الدار الاخرى والو قلب في الدار الاخرى والو الكبده لحقت لي هنا وقفت لي كاش تقدر هنا قلت لها ولدي تهز كنحس قلبي كيضرب 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 قلت لها ولدي تهز خلاص الراجل عا يكون دلع مع الولد كيلعب قلت له واش هاد لكم في قلبو وولدي كيلعب الساعه هادي فيها جبانه ديال النصارى فيها جبانه ديال المسلمين مشينا حاسك الفدانة ديال الزرع مشينا للمطامر مشينا للحفرة تصرف فوق قدرك مشينا للبيار ودخلت حتى لواحد البلاصة هاي هنا مهجورة فوق حدا السوق في الباطوار دخلت حتى الباطوار الباطوار فرحتو بيدي حاضر ولدي فرحت الباطوار دخلت نقلب هكا ما كاينش ولدي ما كاينش لا صافي هذا شوية شوية قلنا اش كاين نمشيو نهضر لكم مسرية هكاكا ما طلعش دينا موتور حقنا كنجريو لقيناهم مساكين مساكين الله يكثر خير من البوليس الله يكثر خير الله يخليهم وقفوا معنا وقفه صحيحه الله علينا شهد مشيت كي دخلت قلت واش قلت لها ولدت تفتح لي قال لي معاك قلت له قريبه العشاء قالت العشاء الله اكبر الدري ما بانش دريت شي تعب مو الدري كيلعب مع الاطفال شي بوحدو تهز ولدي محضي ولدي محضي ولدي محضي ولدي محضي كتب كيف واش اسمو كي يدير مو كي يدير باك عطينا كنيه عطينا كلشي دري شاف مو عطينا عطينا قلنا 24 الصور 24 ونص كيقيد لقينا كان سي سي سمي الورقه ما تصرفق قالنا سيرو بحال كون انا دابا نطلق انا علم جميع المدينات اي مدينه علبة اي مدينه اي مدينه على الموضوع اكثر قال لي اسمو دكتور باش نوض قال لي مستحيل الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر مستحيل 4 سنين ونص ويدو الدري هادو ماشي باشر هادو هوك سمح الله هذاك يكسب 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 يصير طلع حاجه بديل هذا وحنا علمنا كل شيء اللي جا الدار كلهم معلومين جيت حي هنايا جيت طلعت بريح في الجامع يا الناس يبرحوا يا الناس يبرحوا عدل الفجر باش نلقى ولدي هادي اللي خير باش نلقى ولدي عد الفجر الفجر أذن نهت كاش كاين كان بلا ما نقول لك شي بلا ما نفسر كان عايش بلا داو نقول واه يوسف ولدي 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 وقتلوا لي ولدي بغيتو جمعوا لي مع ولدي يا خسي واو جمعوا لي مع ولدي ها ولدي واه ولدي واه ولدي ولدي مصاب مصاب رمات الله انت من الله ربي يفرح به المؤمن مصاب المؤمن مصاب طيب قال نمشي نجيب حاجه حاجه كاسبي كنمشي وكنجي كنمشي وكنجي كنمشي 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 كن
كنمشي وكنجي كنمشي وكنجي كنمشي وكنجي كنمشي وكنجي 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 كنضرب شويه شويه في جر الحال قلت 8 ونص قلت 9 جيتني شاد ضرب الشمس قاسني قالت لك لاك وكان قاعد لاعب هما علاش ما نضرب بالي اثر سايت جميع البلايص كلهم البلايص ديال الخاطر اللي فيهم في حاجه القماره كلهم مشيتهم كنت بغيت نقتلو يقتلوني على ولدي كنا ميت مشيت ابن شيك بقيت جالس انا بنتي بقيت جالس اش غادي نبرا قالت لي الاله عروسه ايش هاد العروسه اللي كانت عندها مرسي فين تخطف ولدي قالت لي ولدك لقيناه الله فين هو قالت لي ميت لا اله الا الله واش نقول لك بنيتي لا اله الا الله الدوم لله واش نقول لك دخ 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 تكون على راسي من الدم من تما هادشي كي مشي واه ولدي حبيبي ولدي واه ولدي خويا ولدي 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 صبر ولدي صبر ولدي صبر ولدي صبر ممكن ممكن تعطينا تهضر لنا على يوسف كي كان في اللعب ديالو في حياته في مدرسته كان ولي الله ماشي كيبغي الحومه كامله الحومه كلها كتنطق بيوسف يوسف هذاك موهبه عطيه لي ربي هذاك ملاك كنقول له قول صباح الخير قول له بغا نديه نجيبو ولدي صباح الخير قول له صباح الخير ما كاينش قول له يوسف كنسليو صباح الخير صباح الخير لا لا ولدي سبحان الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال لي سلام افتح الجنة با ايه يا لك شوي شوي كيقول لي با هاد الحادي مشيها فين كانت الدري ما فهم الدري انا والو ما فهمش ليا قال لقاش المراه دايزه كبيره كيقول لي بلاتي هادي مراه كبيره المسيده جاي معايا انا نولي بطال ولي بوليس واعر ولي بوليس وكان حماق شكون على البوليس على البوليس على البوليس بوليس بوليس كاع كرو ولي با ولاتني الصلاة غنولي بدل منك غنبقى نصلي في الليل كنصلي مدادة كتنوض في الفجر بلا الفجر با غنقوم الليل يبغي ياكل يقول بسم الله الله عليا شهد سبع سماوات يبغي ياكل يقول بسم الله يشبع يقول الحمد لله يتقرى يقول استغفر الله كنبغي نشرب كيقول لي با شرب لي منيا وسمي الله راه الشيطان يدخل معاك وهذه هي الشيبس ولدي ها ولدي ولدي واه ولدي وها ولدي خويا ولدي 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 كمل 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 ولي بغي نتبغي نبغي نخدم نقول لها ابا ابا نقول بسم الله خرج بجيب لي فيس باش هي باش نشري حلوى ونشري دار ونشري مول العيش ونشري كل ولدي طيب بغيتي نجبدك وكان يقدر يعدي ولادو كلهم عزاز ولكن يوسف جا فوق منهم وجلس وكيفاش كان التعامل ديالو في وسط البيت مع خوتو مع عنده خوتو شحال خوتو عنده هاي هاي نعم شاي اجبي شاي لا اخليها صغيره اخليها صغيره صغيره كيفاش هو تيتعايش مع خوتو كيفاش يتعاملوا مع خوتو كانت كي لاخوتو مختلف لاخوتو بزاف مختلف بزاف بزاف عبد الرغسين تقول عبد الرغسين تقول شي عنده 23 عام ولا 22 عام هذا اللي كيهضر هضره اخلاق كيهضر بالقران دري ولدي زهري من عينيه ومن يديه زوج من عينيه ومن يديه ولدي الحمد لله ربي كان عطيه هاد الموهبة في شكل كان في الصباح كيقول لي با نهار طلع هو اللي كيفيق في هاد الحومة هو اللي كيفيق نهار طلع الناس كاع الناس با با نهار طلع صليت الفجر قول لي انا غادي يقول الله نهار طلع هو الفجر مسكين قول لينا دابا انت هي صعب حادثة صعبة أي واحد يتحملها ولا أي واحد يحط نفسه في هذا الموقف أشنو تطالب من السلطات المعنية في حق ولدك العدو الله أول ما كنطلبوا الإعدام لا إله إلا أول واحد وكنطلب من جلالة الملك من سيدنا الله يشافيه والله ينصره والله يقعد يسادو الله ينصر سيدنا يشد لي حقي يشد لي حقي يا أختي تظلمت مظلوم من كل شيء مظلوم اي حاجه مظلوم الحمد لله الحق عند الله سبحانه وتعالى لا اله الا الله الرسول صلى الله عليه وسلم راه تشوف شنو راه ربي 16 كرو 18 كرو يدور بها هنا بثلاث عندي سيد الحوت كنبيعو يقول الله 70 درهم 70 درهم كنجيب غير الطريقه ولا شي مرتي خدام هاد المره ما يجيب جاي مرتي خدام في فيرما وانا خدام كنروح هنايا ولي هي كتقابل مع الطايله هي من بلاصه كتقابل مع البلاد ولا بنتي اللي باقا كبيره البنت خوكا سمايا ويضحك مع وليداتي
وشكون هاد الناس يقولوا السلام عليكم. تقولي شحال فراسك الناس اللي كيجيبها كيعطيها لولادك نعيا معاه ما كامل يدير الحمد لله. مالاش فراسك قول لي اولادي ياكلوا برا. انا حوايج ما نوصلش الحمد لله. الحمد لله على ولادي الحمد لله الحمد لله. ساكن في الكوخه وكبر في الكوخه ولكن ولادي كانوا ياكلوا على المخيره الحمد لله. معيشهم شي عيشه والله واخا شي واحد معيشهمش. هضرنا على الواقع مسكين. هضرنا الا كان ممكن يسمح لي هضرنا في الواقع من الاول كيفاش بدات باختصار. دابا اللي قالو هو هو اللي حيت انا وياه ملي جيت لعندو حيت انا جيت عندو جيت لعندو انا حيت انا نسيبو واخد بنتو واخد بنتي هذا مرحبا جينا معروض انت هذا جاي معروض يلاه جينا بنص ساعه باش وقع هذا المشكل يلاه حطينا حوايجاتنا جيت حداه وبعد سلمت عليه راه جيت حداه بقى انا مريح انا وياه هما راه قدامنا كيبدل حوايجات هذاك الشيء اللي قالو هو راه هو اللي وقع يلاه لبس حوايجات الناس كلهم ضامن معنا الناس اللي تحبونا أكيد المجتمع المغربي كله متضامن مع يوسف ومتضامن مع الوليدات كلهم. حنا كل يوم تنسمعوا عن حالات الاغتصاب وضحايا من عندنا من يوسف إلى غير ذلك من الضحايا مراكش وجايين عندي مكبر بي الله يكبر بكم الله يكبر بكم الله يكبر بكم الله يجازيكم الله لا يجازيكم إذا متابعينا الكرام كانت هذه قضية يوسف كما سمعتوا الواقعة كيفاش وقعت على لسان الأب ديالو. الحمد لله المؤمن مصاب كما تنقولوا ويرضي الله إن لله وإن إليه والحمد لله. في المجتمع ديالنا بزاف الوحوش آدمية اللي كتقلب على الأجساد لتفرغ المكبوتات ديالها على هذا الأساس حنا في حاجة على هذا الأساس حنا في حاجة ماسة لتعديل القانون الجنائي لحماية الطفولة وأكيد تشديد العقوبة في حق مرتكبي مثل هذه الجرائم. يا حبيبتي يا بنتي يا بنتي وحنا كلنا يقين في القضاء وفي الامن ديالنا ان شاء الله غيتاخذ الحق ديال يوسف ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.